أردنا من خلال هذه الفرصة أن نتواصل فيما بيننا وأن نصل الرحم وأن نتعارف وأن نؤسس لنقاط القوة وتكتل شبابي هدفه الأول هو الدفاع عن مصالح المقاولة على صعيد الجهة من أجل أن نرقى جميعا بمقاولاتنا على المستوى الجهوي ولما لا على المستوى الوطني. احتضن مقر الجهة بالقنيطرة مساء اليوم الخميس على الساعة الرابعة زوالا المنتدى الأول للشباب المقاولين بجهة الرباط سلا القنيطرة بحضور ممثلين عن بنك المغرب وممثل عن الضمان الاجتماعي وإدارة الضرائب والوكالة الوطنية لدعم المقاولات والمركز الجهوي للاستثمار. وتهدف الجمعية خلال هذا المنتدى هو تقريب المقاولين من توجيه الدولة لدعم المقاولة الصغرى والمتوسطة والإجراءات المصاحبة والمواكبة ومواكبة المشاريع الشباب المقاول وكذا التحفيزات المالية التي تمنحها الدولة للمقاولة الصغرى والمتوسطة عن طريق قروض مخففة الفوائد. أعتقد على أن منذ تأسيسنا لاتحاد المقاولين الشباب جهة الرباط سلا القنيطرة كان التفكير كبير جدا في ما هو الطريق اللي ممكن أن نصل إلى مجموعة من الشباب وخصوصا الشباب المقاول، فاخترنا هذا الإطار المنتدى الأول للشباب في إطار توجهات الكبرى للدولة في إطار دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة. اخترنا هذا الشعار من أجل تقريب كل استراتيجيات الوطنية، كل توجهات للدولة. فكان هذا الشعار وهذا المنتدى، فالحمد لله استضفنا العديد من الخبراء، منهم بنك المغرب، منهم مديرية الضرائب، منهم صندوق الضمان الاجتماعي، الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة وبرنامج إنجاز. فهذا كل هذه البرامج اخترنا أن نقربها من الشباب لكي يكون الشباب مطلع بآخر المستجدات على الساحة الوطنية، بكل خصوص البرامج لها علاقة بالمقاولة الصغرى والمتوسطة والتي تساهم وتساعد هذه المقاولة على الارتقاء بمستواها على المستوى الاستراتيجي على المستوى القريب أو المستوى البعيد المدى. فكان هذا المنتدى لاحظنا شراكات وعدة مداخلات من ضمان اجتماعي من البنك المغرب ومن عدة جهات. ما هي الرهانات التي تراهنون عليها في جمعية اتحاد المقاولين الشباب؟ أولا الرهانات هنا كبيرة جدا، هو تمكين الشباب المقاول بالجهة بكل معارف بكل الإدارات العمومية. أنت بتعرف أن مجموعة من البرامج التي سطرتها الدولة لم تنجح، هناك برنامج مقاولات وغيره من البرامج. اليوم اخترنا أن نبسط هذه الأمور، أن تنزل الإدارة العمومية إلى المقاول. فكان هذا المنتدى هو تقريب وجهات نظر ما بين الإدارة وما بين المقاول حتى لا يبقى ذلك البعد المخيف ضمان الاجتماعي أو إدارة الضرائب أو البنوك. فاخترنا هذا التقارب فيما بين الجميع حتى نستطيع جميعا أن نساهم في الرقي بمستوى مقاولتنا الوطنية. نقطة ثالثة سيد الرئيس، هل أنتم مستعدون إلى أخذ المشعل إلى النهاية؟ لا، نحن نتعاون جميعا. أعتقد على أن الرهان كبير، لكن نعتقد أن الدعم السلطات والدعم الدولة والدعم الجمعيات المجتمع المدني والمقاولين بصفة خاصة، نعتقد أننا قادرين على أن نصل إلى المستوى المطلوب وأن نكون في مستوى تطلعات الشباب المقاول الجهة. فأعتقد على أن هذا المنتدى وهذا النجاح الباهر الذي شاهدناه من خلال هذا المنتدى، أعتقد بمساهمة الجميع من سلطات محلية من مجالس منتخبة وغيرها، كأعتقد أن لنا شكر خاص للسيد عام الإقليم القنيطرة لأنه له ممثل خاص، وهذه عناية خاصة نعتبرها أنها رسالة بليغة من السلطات لدعم هذا المشروع وهذا الاتحاد إن شاء الله ليصل إلى ما نريده جميعا. السلام عليكم، شكرا على هالطرح هذا السؤال. بالنسبة للمرأة المغربية، أنا سيدة أعمال على والمهنة ديالي هي لا كونستركسيون ميتاليك. حنا كنخدموا عام على صعيد الوطني وكذلك بعد دوتر اوكازيون ان ترافاي ان افريك اوسي في لا غيني. المهم احنا اللي بنينا مثلا من عندك مثلا البنايات ديالنا بن المرجان طنجيماد شركه رونو عده كوموندي لي اوراش على الصعيد الوطني. في الحقيقه كانت لي مفاجاه، علموني في اخر مطاف
البارح وزعما سما في شوف او كور زعما شنو نقول لك فرحت وزعما انا مستعده في الحقيقه على هذا لو جيست اللي داروا معايا ندير معاهم اللي بغاو في اي مجال اقتصادي او في الصناعه او التجاره او في الخدمات زعما هذا هو الدور ديالي نيت اللي كنت في الغرفه التجاره والصناعه.